بسم الله الرحمن الرحيم، معكم شركة أم للخدمات الطبية، معكم المهندس محمد بشير متولي. سنتحدث اليوم عن الأشعة السينية إكس راي. سيكون منهاج التدريب لهذه المحاضرة بمشيئة الله بداية عن التحدث عن نبذة تاريخية عن جهاز التصوير الأشعة السينية، مفاهيم ومصطلحات الأساسية المتعلقة بالأشعة السينية، مكونات جهاز الأشعة السينية، وصيانة الأعطال. بداية، كلمة تصوير، إن أول من اكتشف التصوير هو العالم المسلم الحسن بن هيثم. قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون خاصة، والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدما المنهج العلمي، وله العديد من الألفات والمكتشفات العلمية التي أكدها الطب الحديث. سنشاهد الآن فيلم يتحدث عن آلية اكتشاف التصوير بالنسبة للعالم ابن الهيثم. هو أول من أوجد مخطط للعين وقد وضعه في كتبه. واكتشف أن العين أن الضوء يسقط على العين وليس العين تصدر الضوء. Thank you.
نكتفي بهذا القدر. لاحظنا أن الكاميرا هي أصلها كلمة قمرة، وهي التي تم اختراعها من قبل العالم حسن ميسان، بحيث وضع في غرفة مظلمة شاشة بيضاء وثقب في هذه الغرفة، الذي نقل الصورة من الخارج إلى وأصبحت تسقط على هذه الشاشة البيضاء المواجهة للثقب. بعدها تم اختراع أجهزة التصوير المختلفة، ومنها أشعة السينية، حيث أن أجهزة الأشعة السينية تعتبر من أجهزة التصوير. سنتحدث الآن عن الأشعة السينية بحد ذاتها. الأشعة السينية هي صور فوتوغرافية، يمكن أن تلتقط أن الصور الفوتوغرافية الفيلم اللي شفناه قبل قليل أو أي كاميرا يمكن تلتقط كل ما يمكن أن نراه بأعيننا. إذا الصور الفوتوغرافية يمكن أن تلتقط ما يمكن أن نراه بأعيننا، ولكن العديد من وظائف الجسم والأعضاء هي من الداخل ولا يمكن مشاهدتها من خلال أعيننا، ولكن أو من خلال كاميرا عادية. فقط قبل 100 عام مضت، العالم رونتجن اكتشف نوع جديد من الطاقة المشعة مثل الضوء، بإمكاننا مشاهدة ما في داخل جسم الإنسان، وقد سميت هذه الأشعة بالأشعة السينية أو إكس راي. سينية لأن السين هي ترمز للإكس في اللغة الإنجليزية. صورة الأشعة السينية هي صورة يمكن الحصول عليها من خلال إمرار حزمة الأشعة ضمن الجسم والتقاط الصورة لها من خلال الجسم. إن العظام تظهر بسطوع أكبر، بينما الأعضاء الباقية تظهر بالتدريج الرمادي. لنشاهد هذا الفيلم عن الأشعة السينية. في عام 1895 اكتشف عالم ألماني هو العالم ويليام، اكتشف أشعة إكس بينما كان يجري تجربة تسليط شعاع إلكتروني على أنبوبة تأمين غازي Gas Discharge Tube. لاحظ عالم رونتجن أن الشاشة الفوسفورية في المختبر بدأت تتوهج عندما اصطدم شعاع الإلكترونيات إلكترونات عليها. هذه النتيجة في حد ذاتها لم تكن مدهشة، حيث كان من المعلوم أن الشاشة الفوسفورية تتوهج بفعل الشعاع الإلكتروني، ولكن رونتجن أحاط الأنبوبة المفرغة بألواح سوداء سميكة لتتمكن من حجب الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الأنبوبة المفرغة. كما وضع رونتجن عدة أجسام بين الأنبوبة والشاشة الفوسفورية، وكان النتيجة أن الشاشة الفوسفورية لا زالت تتوهج. وحتى يتأكد من أن هناك أشعة جديدة هي التي اخترقت تلك الأجسام ووصلت للشاشة الفوسفورية، قام رونتجن بتجربة إضافية، وهي بأن وضع يد زوجته أمام الأنبوبة المفرغة وشاهد على الشاشة الفوسفورية صور لعظام اليد مع الخاتم. كما هو ملاحظ في هذه الصورة، لاحظ أن روجن اكتشف أشعة جديدة هي أشعة إكس، وفي نفس الوقت اكتشف أحد أهم تطبيقاتها وهو تصوير جسم الإنسان. لماذا سميت الأشعة السينية بهذا الاسم؟ أشعة إكس تم اكتشافها كما تحدثنا ب 1313 هجريا أو 1895، وسماها كذا لأنه لم يكن يعرف طبيعتها عند لحظة، يعني عرف عنها لحظة اكتشافها، لم يعرف طبيعتها. منذ ساعتها وظلت تلفظ إلى لفظ إكس، حيث أنها تعتبر أشعة مجهولة. وبعد اكتشافها تبين أنها عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية، مناطق كهربائي، مثلها مثل الأشعة الضوئية والأشعة الجمية، أشعة جاما. فكل الموجات الإشعاعية تردد معدل معين كل ثانية، إلا أن معدل تردد أشعة إكس أكبر من معدل تردد الأشعة الضوئية العادية المرئية، وأقل من معدل تردد الأشعة الجمية. سنلاحظ سنشاهد الآن فيلم يتحدث عن تاريخ الأشعة السينية.
مو مشاهد. هذا هو الهبوط. هذا مصعد يسمى الهدف. Sensitive to X-rays, and the special type of it
خلاص على طول عم هذا فلوروسكوبي. هذا الكاسيت موضوع به فيلم. شوف هذا ظل أشعة سينية كما كان ظل الضوء قبل قليل. هذا هو تاريخ الأشعة السينية، تحدث بمختصر عن كيفية الاكتشاف وآلية الاستخدام. أن تمتاز أشعة إكس بأن طاقة فوتوناتها أكبر من طاقة فوتونات الأشعة المرئية، وهذا يعني أن ترددها كبير وطول الموجة قصير كما هو ملاحظ. هنا طول الموجة أقصر من طول الموجة الخاص بالأشعة المرئية. تستطيع العين البشرية الرؤية من خلال الأشعة المرئية لأن الله سبحانه وتعالى حدد لنا هذا الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي، نستطيع الرؤية والتمتع بحاسة الأبصار من خلاله. وبالتالي تعتبر أشعة إكس أشعة غير مرئية بالنسبة لنا، مثلها مثل أشعة الراديو وأشعة تحت الحمراء وأشعة فوق البنفسجية. ولكن الفرق بين كل أشعة هي خواصها من ناحية طاقة الفوتونات والتردد وطول الموجة كما هو موضح بالشكل هنا. إذا أشعة إكس هي تأتي بعد الأشعة فوق البنفسجية وقبل أشعة جاما بطول موجة 10^-10 تقريبا. هذه بعض الصور
وضعتها لكم لتلاحظوا الفرق بين الأشعة انفراريد، هي أشعة انفراريد، ألترافايولت، إكس راي، والأشعة المرئية بشكل عام. هذه أشعة جاما أيضا. هذا باختصار بعض الصور اللي أعطيكم لمحة عنها. بعض أنواع أجهزة الأشعة الموجودة، الأنالوج اللي كونفنشنال التقليدي، موبايل، الديجيتال، السي آر كمبيوتر راديوغرافي، الموبايل السي آر، ماموغرام تصوير جراف تصوير الصدر، وما يسمى بالسي تي كمبيوتر توموغرافي. هذه بعض أشكال، هناك تصوير بانوراما السنية أيضا جهاز أشعة، وقسطرة أيضا جهاز أشعة، وغيرها من أجهزة الأشعة. استخداماته الطبية، سنشاهد فيلم الآن عن استخدامات الأشعة السينية الطبية حتى نعرف ما الذي مطلوب منا كأشعة سينية. شكرا. هذه تحدث الفيلم عن أهم التطبيقات الطبية التي أحببت أن تظهر لك لديكم حتى تعرف أن جهاز الأشعة لماذا يستخدم. قبل أن ندخل بمبدأ عمله وآلية التعامل معه والأهداف من وجوده،
إذا الحاجة للأطباء تحدث بتصوير العظام، تصوير ما داخل الجسم. سنتحدث في هذا المقطع عن مبدأ الأشعة السينية وكيفية التخامد والمبدأ الذي يعتمد عليه. سنشاهد الآن فيلم عن الأشعة السينية كجهاز. تقنية أشعة إكس أشعة عالية الطاقة يمكن أن تمر من خلال نسيج معين للجسم وتكون صورة أما للتشخيص والعلاج. يتكون جهاز أشعة إكس من أنبوب أشعة إكس الذي يحتوي على زوج من الأقطاب أو موصلات مسمى القطب السالب أو القطب الموجب. أنا دو كاثود، نصعد ومهبط. القطب السالب هو خيط يصدر الطاقة من خلال تمرين التيار الكهربائي يشبه كثير مصباح الإضاءة. هذا يتم الفتيل، إصدار طاقة القطب السالب على هيئة إلكترونات. هذا المصعد من تنجستن. إن القطب الموجب الموجود في الطرف الآخر من نبوب أشعة إكس هو قرص مصنوع من تنجستن، مادة تجذب الإلكترونات. عندما تحتك الإلكترونات الصادرة من القطب السالب بمادة التنجستن تصدر طاقة على شكل فوتونات. ويتم تمرير هذه الفوتونات عالية الطاقة عبر الأسطوانة الرئيسية والسلسلة من المرشحات لتكوين أشعة إكس. ويمثل شعاع اكس شعاعا عالي الطاقه يمكن امتصاصه فقط بواسطه انسجه الجسم السميكه مثل العظام. وخلال تصوير اشعه اكس يتم وضع فيلم صور اشعاعيه خلف المريض ويتم وضع المريض بين الفيلم وجهاز اشعه اكس. ثم يتم تركيز جهاز اشعه اكس على منطقه معينه من جسم المريض. وبمرور طاقه اشعه اكس من خلال جسم المريض تصل فوتونات الاشعه الى الفيلم وتسبب رد فعل كيميائي. تصبح المناطق التي تمر من خلالها طاقة أشعة إكس عبر الجسم سوداء، بينما تصبح المناطق التي تم امتصاص الطاقة فيها بواسطة العظام باللون الأبيض. تصدر هذه العملية صورة أشعة المعروفة باسم أشعة إكس. سنتحدث الآن عن إنتاج الأشعة السينية بعد أن لاحظنا ما هو مبدأ عمله وكيفية التصوير بشكل عام لجهاز الأشعة السينية وأنه يتألف من تيوب. سنتحدث عن هذا التيوب وكيفية إنتاجه لهذه الأشعة السينية أو أشعة رونتجن في بعض الأحيان. سبب وهي عند اصطدام حزمة من الإلكترونات ذات سرعة عالية في سطح معدني تتحول إلى طاقة حركية إلكترونات إلى طاقة حرارية وأشعة رونتجن التي تسقط على جسم المريض وتنفذ من خلاله وتتعرض لتغيرات أثناء عبورها للجسم، وتسقط بعد ذلك على فيلم التصوير الذي يتم تحميضه للحصول على الصورة المطلوبة. سنشاهد هذا الفيلم الحديث. X-rays are waves of electromagnetic radiation similar to light waves. X-rays can be produced in a cathode ray tube by shooting a high-velocity stream of electrons at a target. Electrons in the stream collide with electrons in the target. If an oncoming electron has the right velocity, the target electrons are knocked into a higher energy orbital. When the electrons fall back down to their lower orbitals, the energy differential is released in X-rays. إذن أول حالة هي عند اصطدام الإلكترونات بالتنجستين. بعد التنجستين فإن الإلكترون ينتقل من سوية طاقة عالية لسوية طاقة متدنية ويصدر أشعة إكس. X-rays are then beamed through the subject. Rays are absorbed or passed through depending on the tissue density. A screen on the other side of the subject catches the X-rays. A developed X-ray looks like a photograph negative. Soft tissue areas that allow more rays to pass through are darker. Bones absorb the X-rays well and appear light. هذه مبدأ أشعة السينية. إذن كل السؤال الآن كيف أن الذرة التي تنتج أشعة مرئية هي نفسها التي تنتج أشعة إكس؟ كل من الأشعة المرئية وأشعة إكس تنتج من انتقال إلكتروني بين سوات الطاقة في الذرة. تشغل الإلكترونات مستويات طاقة أو مدارات مختلفة كما واضح بالصورة حول النواة في الذرة. وعندما ينتقل الإلكترون من سوية مستوى طاقة عالي إلى مستوى طاقة منخفض ينطلق فوتون يحمل فرق الطاقة بين المستويين. تعتمد طاقة الفوتون المنبعث على الفرق بين مستويات الطاقة في الذرة، فيمكن أن تكون طاقة الفوتون الناتج في مدى الأشعة المرئية فينتج ضوء مرئي، ويمكن أن تكون طاقة الفوتون المنبعث في مدى الغير مرئي فينتج أشعة غير مرئية.
إذا نستنتج أن ما يحدد طاقة الفوتون الناتج أن المنبعث من الذرة هو الانتقال الإلكتروني بين السويات الطاقة. عندما يصطدم الفوتون المنبعث بذرة أخرى فإن تلك الذرة تمتص طاقة الفوتون من خلال أحد إلكتروناتها، لينتقل الإلكترون من مستوى طاقة منخفض إلى مستوى طاقة أعلى لأنه امتص طاقة إضافية. وشرط امتصاص الإلكترون طاقة الفوتون أن تكون طاقة الفوتون تساوي فرق مستويات الطاقة التي ينتقل لها الإلكترون. هذا شرط يعود إلى طبيعة الذرة، بنية الذرة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وإذا اختل هذا الشرط فإنه يحدث امتصاص الفوتون من قبل الذرة. إذن كما نلاحظ اصطدام الإلكترون بمعجل مع الذرة يعمل على ثالثة، ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة منخفض إلى مستوى طاقة أعلى، يعود الإلكترون المنخفض إلى مستوى الطاقة المنخفضة من الأعلى إلى المنخفضة، وعندها ينتج الفوتون. هناك احتمال آخر، عندما يكون الإلكترون معجل قريب من النواة فإنه يغير اتجاهه، وبسبب تغيير اتجاهه يؤدي إلى إنتاج فوتونات. هذا الاحتمال الآخر. الذرات التي تكون أجسامنا تتعامل مع أشعة الكهرومغناطيسية، نقصد كل الأشعة المرئية والأشعة الغير مرئية بنفس الآلية السابقة. فأشعة الراديو تحط بنا لا تمتلك الطاقة الكافية لتنقل الإلكترونات الذرات من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أعلى، لذلك فهذه أشعة تعبر عبر أجسامنا دون امتصاص لفوتوناتها. أما أشعة إكس ففوتوناتها ذات طاقة عالية تمكنها من أن تعبر كل الأشياء في طريقها، ولكن بطريقة مختلفة عن الأشعة الراديوية، حيث تستطيع أشعة إكس أن تمنح إلكترونات ذرات الطاقة الكافية، مما قد تسبب تلك الطاقة من تحرير الإلكترونات من ذرة تماما، كما يحدث في ذرات العناصر الخفيفة عددها الذري قليل، حيث يستغل جزء من طاقة الفوتون أشعة إكس من تحرير الإلكترون من ذرة، والجزء المتبقي يكسب الإلكترون طاقة حركة ليغادر الذرة. ولكن في هذه الذرات العناصر الثقيلة لها عدد ذري كبير، فإنها تمتص طاقة أشعة إكس لوجود مستويات طاقة تتوافق مع طاقة فوتونات أشعة إكس. نستنتج مما سبق أن العناصر الخفيفة ذات ذرات خفيفة صغيرة لا تمتص أشعة إكس، والعناصر الثقيلة ذات الذرات الكبيرة تمتص أشعة إكس. الخلايا مكونة جلد في أجسامنا تتكون ذرات صغيرة وبالتالي لا تمتص أشعة إكس، بينما ذرات الكالسيوم مكونة العظام هي ذرات كبيرة تمتص فوتوناتها أشعة إكس. سنرى هنا فيلم صغير يتحدث عن أشعة إكس. هذه الأشعة الصادرة من التيوب تسقط على الجسم ومن ثم على الفيلم. سنشاهد الآن أن الأشعة الضوئية تعطي ظل لهذه الطابة الكرة على ورقة، وهذا الظل وهو يعطي خيال الصورة، أي صورة هي كما هو ملاحظ. أما بالنسبة لأشعة إكس فإن تعطينا العكس، تعطي عكس هذه الصورة. فالمادة الثخينة أو السميكة تمتص الأشعة وتعطي بياضة من بخلفها. لماذا الاختلاف في الإضاءة؟ حسب الكثافة تعطينا الاختلاف في مستويات التدرج الرمادي. فعندما تكون مادة ضعيفة أو غير كثيفة تكون أقرب للسواد، عندما تكون كثيفة تكون أقرب للبياض كما أوضح بالشكل. الآن نتحدث عن تأثير السماكة على الصورة. نلاحظ هناك كثافة، هنا السماكة. هذا الفرق بين الفيديو الأول والفيديو الثاني. هذه بعض المعلومات الطبية عن تصوير الصدر، ما يسمى AP راديوغرافي.
هذا البورتبل ماشين، هذا البورتبل النقال، الاكس راي النقال. نضع الكاسيت بخلف المريض ونبدأ بإسقاط أشعة للتصوير دون الحاجة إلى جريد الشبكة. سنتحدث عن آلية الشبكة ووظيفتها في بعد. هذه بعض المصطلحات الطبية اللي ندخل فيها بهذه المحاضرة، ولكن هنا يتحدث عن الصورة الخلفية الأمامية والصورة الأمامية الخلفية عند التصوير الصدر. إذن يشكل أنبوب الأشعة قلب جهاز إنتاج أشعة إكس، والذي يتكون من مهبط ومصعد داخل أنبوبة زجاجية مفرغة من الهواء. نلاحظ نركز عن فكرة مفرغة من الهواء. يتكون المهبط من فتيل تسخين مثل الموجود في مصباح الكهربائي. عندما يمر التيار الكهربائي خلال الفتيلة ترتفع درجة حرارتها تدريجيا إلى أن تصل لدرجة حرارة التي تمكن الإلكترونات الفتيلة من الفتيلة أو الفتيل اللي هو الفيلمنت من الانبعاث من سطحها. المصعد عبارة عن قرصة من تنجستن سنشاهده بعد قليل، مشحون بشحنة موجبة تعمل على جذب الإلكترونات المحررة من الكاثود المقصود به المهبط. يطبق فرق الجهد العالي بين المهبط والمصعد يساعد على تعجيل الإلكترونات لتنطلق بسرعة بقوة في اتجاه المصعد. إذن الشحنة هي التي تقوم بجذب الإلكترونات، أما الجهد هو الذي يقوم بالتسريع. إذن لدينا المهبط هو سالب، أما المصعد المهبط سالب المصعد موجب، فالإلكترونات تنجذب باتجاه المصعد. أما لتسريع هذه لأننا نحتاج إلى إلكترونات سريعة حتى تقوم باصطدام بالنواة التنجستن وتحرير الإلكترون وإصدار طاقة وإصدار الفوتون. يقوم الإلكترون كما نتحدث فإن هنا المصعد هو مصنوع من التنجستين، فهذه الإلكترونات تعمل على اصطدام الإلكترونات ذات ذرات التنجستين في المدارات الداخلية القريبة من النواة. نلاحظ أن المدارات الداخلية القريبة من النواة الذرة وليست البعيدة التي تكون طاقتها كبيرة. نحتاج إلى طاقة كبيرة، إذن الاصطدام بالطاقة الكبيرة هو الذي ينتج، أما اصطدام بالطاقة بالذرات البعيدة فهي طاقة منخفضة فلا تنتج الفوتونات، مما يحدث انطلاق الفوتون يحمل فرق الطاقة بين المستويين. وأن الفرق في مستوي الطاقة كبير فإن الفوتونات الناتجة يكون الفوتون الناتج يكون فوتون أشعة إكس. إذن الفرق في المستوى الطاقة الكبير نلاحظ إذا كانت على سطحية فإن الفرق بمستوى الطاقة ليس كبير فلن ينتج أشعة إكس. يمكن أن نحصل على فوتونات أشعة إكس بطريقة أخرى، وهي بدون أن تصطدم بالإلكترونات الذهية كما تحدث، وذلك في الحالة التالية: عندما تقترب الإلكترونات الحارة المعجلة بالقرب من النواة فإنها تنجذب. فكرة انجذاب لها بفعل قوة كولومب الكهربائية، لأن النواة الموجبة الشحنة والإلكترونات السالبة فتنحرف الإلكترونات عن مسارها مما يؤدي إلى تغير في طاقة الحركية وتنطلق فوتونات أشعة إكس تحمل فرق طاقة قبل الانحراف بجوار النواة وبعده. هذا الفرق بالطاقة قبل الانحراف وبعد الانحراف يعرف يؤدي إلى إنتاج الفوتون الإكس راي. يعرف هذه الطريقة بظاهرة الفرملة وما تسمى بظاهرة بيرمشترا-هيلجن. هذا هي الاسم العلمي لظاهرة إنتاج أشعة إكس، أي فرمة الإلكترونات عند مرورها بجوار أنوية العناصر الثقيلة التي تشكل مادة المصعد أو الأنوت. بماذا تتعلق قيمة الأشعة؟ تتعلق قيمة الأشعة الناتجة هي بتيار الأنبوب بزمن تعرض الأشعة حيث تزداد بزيادة أو تنقص بنقصانها، كما تعلق قابلية الأشعة للاختراق بالجهد المطبق على الأنبوب التي تتراوح ما بين 20 إلى 150 حيث تزداد الاختراقية بازدياد الجهد كما نرى. نلاحظ هنا صورة توضح لنا أثر، هنا قمنا بتثبيت الجهد تمام وتغيير الملي امبير. عند زيادة الملي امبير نلاحظ هنا بدأت تحترق الصورة لوجود أشعة زائدة، أما هنا مقبولة أما هنا خفيفة نوعا ما. فنلاحظ تأثير التيار على الصورة.
بالنسبة للجهد، نلاحظ هنا نثبت الأمبير على 50 ونغير الجهد. إذا الجهد 60 على سبيل القليل، 70 هو أفضل أيضا، ونلاحظ تقريبا نفس الصورة، و80 كمان أيضا تحترق الصورة، فهذا نفقد الكونتراست. هنا نأخذ الوظيفة الخطية. هذا الفرق بين تأثير زيادة الأمبير الذي يعطي قساوة في الصورة، أو هنا اختراقية في الصورة. سنتحدث عن مخطط صندوقي بسيط إذا لجهاز أشعة الإكس. على سبيل المثال ناخب كهربائي، تحكم كنترول، أنبوب اللي هو التيوب، المريض، والفيلم والصورة بشكل مبسط. يمكن القول أن جهاز أشعة الإكس يتألف من مايلين، صمام اللي هو تيوب اللي هو حدث عليه، جزء كهربائي هو مولد الأشعة اللي هو الهاي فولتاج جنريتور مولد الأشعة، في عنا طاولة المريض التي تكون قابلة لاختراق يعني لا تعزل الأشعة السينية، محدد ساحة اللي هو الكوليميتر، فيلم هو الكاسيت أو بقاء داخلي الفيلم، وحدة التحكم الكنترول بانل والقيادة هي عبارة عن طاولة في عليها تحكمات أو على نفس التيوب في أداة التحكم، أجهزة متممة مثل الفيلم بروسيسور، ووحدة التوتر العالي هي أيضا جزء من الجزء الكهربائي، أو يمكن فصلها عن الجزء الكهربائي اعتبار الجزء الكهربائي عبارة عن كابلات. ايضا سنتحدث الان عن انبوب الاشعه. ان صمام الاشعه هو صمام مفرغ من الهواء يحتوي على مصعد وفتيل تسخين مصنوع من التنجستين، والمصنع المصعود المصعد المصنوع من المعدن لكبح الالكترونات، ويكون الصمام متوضعا ضمن صندوق مغطى بالرصاص لحمايه من الاشعه الصادره، وله نافذه الخروج لخروج الاشعه العموديه وحذف المتناثره. انتبه إلى هذا، هذه الوظيفة من النافذة الخاصة بالتيوب. قد يحتوي الأنبوب على زيت ضمن الدارة مغلقة، هذا الزيت يساعد على زيادة العازلية الكهربائية وتبريد الأنبوب، وقد يحتوي على مروحة التبريد. كذلك تتوضع أجزاء أنبوب أشعة في غلاف زجاجي مفرغ، أيضا بعد خلينا نقول التيوب يوضع في الهاوسينج اللي يسمى غلاف زجاج مفرغ من الهواء، يصنع مادة البايركس والتي تحمل الحرارة عالية متولدة من أشعة الأنبوب. تنوي سحص يعتبر الأنبوب أشعة مثل الأنظمة الضوئية، إذا احترق لا يصلح، والسؤال هو ليس أنه من الممكن أن يتعطل، ولكن متى سيتعطل. مكونات أنبوب أشعة. يتكون أنبوب الأشعة بشكل أساسي من جزئين هامين، المهبط كاثود وهو الطرف السالب لأنبوب الأشعة، ويتألف من الفتيل وكأس التركيز، وهو ملف معدني مصدر الإلكترونات. حسب ما يلي: عند تمرير التيار الكهربائي العالي في الفتيل فإن الإلكترونات على القشرة الخارجية للنواة تنطلق من الفتيل، ويصنع الفتيل عادة من تنجستين من 1-2% من الثوريوم، مع 1-2% من الثوريوم، حيث يكون 99% من الأشعة الصادرة طاقة حرارية والباقي هي أشعة إكس. هذا صورة المهبط. إذا لدينا نوعين من المهبط، small current يعني فتيل صغير وفتيل كبير. هذا الشكل كما شاهدنا في الفيلم قبل قليل. المصعد. المصعد وسميه زاوية الهدف. المصعد هو الطرف الموجب للأنبوب أشعة، ويدعى الجزء من المصعد الذي يتلقى الإلكترون بالهدف، ويجب أن يكون المصعد موصل حريري. الموصل الحريري سنستعمل عادة ويستعمل عادة النحاس. إن البؤرة المحلقية حقيقية هي المساحة في المصعد التي تنتج أشعة سينية بإضافة للحرارة. عادة البؤرة المحلقية تظهر أصغر، وذلك يعتمد على حجم النقاط الأساسية وزاوية المصعد. هناك نوعين من المصاعد. المصعد الثابت فيه تجمع الأشعة لنقطة واحدة تسخن، ونضطر تبريدها بالزيت أو الماء، ويستعمل في أجهزة أشعة السينية أو المحمولة، أو في حالات لا تتطلب تيار أنبوب عالي أو طاقة أشعة أو طاقة أشعة بوقت قصير تحتاجها، لا تحتاج طاقة وقت طويل، ويكون الهدف مصنوع من خليطة من التنجستين كجزء من المصعد. المصعد الدوار. المصعد الدوار
يدور المصعد لتبديد الحرارة. فيه يدور المصعد وبسبب هذا الدوران لا يتم تمركز نقطة التسخين في مكان واحد ولا تحتاج إلى تبريد، وهو نوع من التبريد بالهواء، حيث أما كثافة عالية من أشعة إكس بوقت قصير، حيث يتلقى المصعد الإلكترونات المنطقة من المهبط ويوصلها عبر الأنبوب إلى كابلات التوصيل ومنها إلى قسم الجهد العالي في جهاز أشعة إكس، ويعتبر كامل المصعد من ثابت الهدف. نلاحظ هنا فيلم يوضح the place where the electrons hit the anode becomes very hot because more than 95% of all their energy is converted into heat. For this reason, the anode disc in a high power X-ray tube rotates in order to spread the heat load. The shaft of the disc is connected with a rotor, which is driven by a stator coil outside the X-ray tube itself. إذن هذا هو المصعد. تأثيرات الحرارة الزائدة على المصعد الدوار، نلاحظ هذا لماذا يجب أن يراقب المولد الطاقة المطبقة على الأنبوب حتى لا ينضرب المصعد. إذا حدث هذا الشقاقات خلال فإنه يمكن أن يخترق نافذة الخرج ويسبب تسريب لزيت الساخن. نافذة الأنبوب اللي تحدثنا عنها قبل قليل، هذا هو، هذا التيوب هنا تيوب، وهذا الهاوسينج الخارجي الخاص به، هذا التيوب وهذا الهاوسينج الخاص الذي يوضع ضمن تيوب. هناك أنواع من التيوبات، هذه أسماءها، لن نخوض في هذه المحاضرة بأنواع الأنابيب أو الصمامات. تقنيات القدح والتعرض من خلال ثلاث أزرار مانوال كي في ام اي و ام اس، أو من خلال زرين الكيلو فولت والملي أمبير بالثانية، أو من خلال زر واحد هو الاي اي سي، أو من خلال زر واحد بدون تثبيت تيار. هناك عدة خيارات يمكن التعامل معها، أو من نواة الفلوروسكوبي. ملاحظات عامة على الصمامات أو الأنابيب. الأنابيب التي لا تستخدم فترة زمنية معينة، فإن التخلية في الأنبوب تنقص. إذا كان تم تطبيق جهد عالي، فإنه يمكن أن يحدث أركينج، ويجب التخلص من الأركينج بطرق مختلفة. بنية البوكي. البوكي هو يتكون من شبكة البوكي، هي الجريد والأمبليانت شامبر والكاسيت فري. هذا هو البوكي. هناك ثلاث عوامل لشبكة البوكي. نسبة الشبكة هي نسبة بين الارتفاع H والمسافة D. نلاحظ هذه هي عبارة عن القضبان الرصاصية التي تشكل الشبكة، ونسبة الشبكة تسمى هي طول القضيب بالمسافة بين القضيبين. عامل البوكي هو نسبة الشبكة الأعلى تتطلب أشعة أكثر من أجل نحصل على تعرض للفيلم المناسب. إذا كانت القيمة 4، أي قيمة الجرعة الأشعة أكبر 4 مرات من المطلوبة. التوضع إذا لم يكون التوضع مناسب بالنسبة للبؤرة المحنقية، فإن جزء كبير من الإشعاع المباشر لن يصل إلى الفيلم وسيتطلب جرعة شعاعية أكبر للمريض، فيجب أن المطابقة بين التيوب وشبكة حتى تسقط بشكل مباشر على الشبكة. هذه الأمبليانت the density on normal X-ray film cassette is determined by الكثافة الأشعة بالفيلم العادي تحدد بما يسمى الـ AAC اللي تحدثنا عنه قبل قليل. وظيفة الـ ambient function هي ما يلي، هي الغرفة تقيس الجرعة وتحدد الجرعة وتقوم بتغذية خلفية للجهاز لتحديد الجهد المطلوب للتيوب حتى يتسلط على الجسم. هذه بنية الشبكة كما تحدثنا. هناك ثلاث أنواع من الشبكات. البارل تايب in the use of parallel grid، عند استخدام الجريد المتوازي. هناك ليس هناك مشكلة في التوضع للتيوب، هناك ليس هناك شروط للاستخدام. نلاحظ هنا هذه الجريد أن الأقضبان فيها تتوضع أو تتمركز بشكل على التوازي.
وبالتالي أحيانا قد يحدث cut off أو قطع في جانب الصورة المستخدمة. هذا بالنسبة للبرامج. هنا يجب أن تكون النسبة عادة نضع النسبة اللي حتعسل عنها 6 إلى 1 اللي هي H على 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 D نسبة الشبكة، ولأنه حتى 6 إلى 1 ويكون الجريد not used at any distance، حتى المسافة بين التيوب والجريد يجب أن تكون على الأقل 150 سنتي حتى ما يكون لا يكون القطع في الصورة كبيرا. الفوكس هذا البرل والإشعة تسقط برل. أما بالنسبة للفوكس فتكون القضبان يمكن توجيهها أو تتوجه حسب مكان الإشعة السينية، حسب مكان التيوب المصدر الإشعة السينية. The lead strip are tilt as تقوم بالإمالة أو تميل باتجاه السنتر مكان وجود التيوب. عفوا. This point is known as a grid focus، وهي مكان تبئير أو محرقة أو تمحرق الشبكة والذي يجب أن يوضع فيها التيوب. هناك أفضل خيار وهو خيار الكريس كروس، وهي المتقاطعة. نلاحظ القضبان بشكل عمودي وشكل أفقي، هناك تو جريد خلينا نقول بشكل عمودي وشكل أفقي، ويكون متعامدين على بعضهما وهي لا تعطينا الصورة. نلاحظ أن الجريد يجب أن تتحرك هذه الشبكة حتى لا تظهر هذه هذه العواميد أو هذه القضبان على الصورة، فتهتز بسرعة معينة فيمكن أن تسقط الأشعة السينية في مكان وجود القضيب ولا يظهر القضيب على الصورة. سنتحدث الآن عن مولد الأشعة جنريتر. وظيفة مولد الأشعة هو تعديل الجهد والتيار العادي لتزويد أنبوب الأشعة X بالاستطاعة اللازمة لتوليد حزمة الأشعة وفق قيم الجهد كيلو فولت والتيار ملي أمبير مناسبين. يتألف مولد الأشعة من جزئين رئيسيين هما المحولات Transformer Assembly ولوحة التحكم. يمكن من خلال لوحة التحكم اختيار محددات التصوير اللي تحدثنا عنها، بالإضافة إلى عدة تحكمات أخرى حسب مواصفات الجهاز. تحتوي وحدة المحولات على عدد من محولات ومقومات الجهد وثلاث دارات رئيسية، هي دارة الجهد، دارة التيار الفتيل المهبط، ودارة المؤقت الزمني. وجميع الأجزاء العناصر السابقة وظيفتها تأمين الاستطاعة اللازمة لأنبوب الأشعة لإعطاء حزمة الأشعة X وفق الجهد والتيار المناسبين لعمل التصوير. الشكل المجاور يوضح وظيفة مولد الأشعة بشكل مبسط. نلاحظ هذا المخطط الصندوقي. يحتوي المولد على محول رافع جهد يقوم بتزويد أنبوب الأشعة بالجهد بين طرفي الأنبوب ويصل إلى 150 فولت. إذن رافع جهد، لدينا ما يسمى رافع جهد هاي فولتاج. أيضا لدينا ويصل بإضافة إلى محول خافض للجهد من أجل تنجستين. إذن رافع جهد طرفي الأنبوب بين مصعد المهبط، أما خافض جهد يكون بالنسبة للمهبط فقط، يتجه بالنسبة للمهبط. بما أن التيار الداخل إلى مولد الأشعة هو تيار متناوب، فإننا بحاجة إلى تقويم، إذا نحتاج إلى ما يسمى بمقوم تقويم التيار حيث يتم تطبيقه على طرفي الأنبوب باتجاه واحد، وهذا ما تقوم به دائرات التقويم الموجودة ضمن المولد ريفركشن سيركت. هذا المخطط يوضح بالتفصيل ما هو الذي لدينا. نلاحظ أن هنا خافض جهد، نلاحظ عدد لفات منخفضة، فخافض جهد يروح إلى التيار الفتيل، أما رافع الجهد هنا فيروح إلى قطب الموجب وقطب السالب الذي يطبق يؤدي إلى تسريع الإلكترونات. تسقط الإلكترونات يطبق الجهد وتسقط الإلكترونات يتولد ما يسمى بأشعة الفوتونات وأشعة إكس راي. هنا نلاحظ أن المصعد دوار بسبب وجود هذه الوسادة التي الحقل المغناطيسي الذي يقوم بتدوير المصعد. هذه كابلات الأنود والكاثود التي نراها غالبا في الجهاز. هذا الهاوسينج بشكل عام، وهذا التيوب،
وهنا الزيت يكون لتأمين عملية التبريد. هذا الجنريتر بشكل عام وداراته كما تحدثنا عنه قبل قليل. هناك ما يسمى Image Intensifier وهو مكثف الصورة، سنتحدث عنه عندما نتحدث عن نظام الراديو فلوروسكوبي اللي هو الذي يكون عوضا على الفيلم. وحدة تحكم لجهاز الأشعة تتحكم بالملي أمبير والكيلو فولت والزمن لجميع الدائرات الكهربائية الموصولة إلى عناصر التحكم توصل إلى طرفي الجهد المنخفض لتخفيف من احتمال حدوث صدمة كهربائية. تنويه: لا يجوز للفيزيائي أو الطبيب أن يتعرض للأشعة بسبب أخطارها الشديدة عند زيادة التعرض لها، لذلك توجد غرف خاصة بمحمية بالرصاص وبعيدة قدر الإمكان عن الأشعة، كما أن الزجاج هذه الغرفة يحتوي على مادة رصاصية لامتصاص أي أشعة متناثرة من الجهاز، ويكون إطلاق الأشعة هي المرحلة الأخيرة بعد إنهاء تجديد مكان الصورة، لأن الطبيب إذا اضطر للخروج من الغرفة خلال التصوير أن يرتدي لباسا مغطى بالرصاص ثقيل الوزن، ولأخذ الصورة بشكل صحيح في أن توضع الفيلم بعد المريض وتوجه الصمام هذا لمكان التصوير. وحدات التحكم أيضا يمكن كما يمكن التحكم بوضعية طاولة المريض حسب الحركة المسموحة لها، فهناك طاولات لها حركة سابحة بأربع اتجاهات، وهناك طاولات واقفة 90 درجة وتميل بزاوية 15 درجة هي التي تستخدم أجهزة التنظير، وتكون حركة الطاولة حسب مبدأ المغناطة، حيث توجد وشيعة مغناطيسية تعمل على وصل التيار الكهربائي الذي تحكمه شدة واتجاه دارة الطاولة. الطاولة هي طاولة نافذة للإشعة وتخترق إشعة جسم المريض عبر الطاولة إلى الفيلم. سنشاهد الفيلم الآن الذي يوضح حركة الطاولة. لاحظ هذه حركة الطاولة حتى نحدد كل متر على مكان أراد تصويره هنا. لاحظ ثم أخذ الصورة. إذا أخذت الصورة بشكل جانبي يمكن تغيير مكان التيوب كما هو لاحظ. هذه وحدة التحكم يمكن ذات التيوب، وأخذ صورة أخرى. هنا حركة الطاولة أيضا، نلاحظ حركة الطاولة. هذا الكاسيت يضع فيه الفيلم، هذا التيوب عند وضع الكاسيت، محدد الساحة. يحتوي جهاز الأشعة على محدد ساحة لدعاء كيلومتر لتحديد التحكم بمنطقة التصوير المطلوبة. هذه تتألف من لمبة تنجستين تعطي ضوء على المنطقة مراد تصويرها، وبالتحريك المحدد يتم التأكد من منطقة التصوير، حيث يتم التحريك عن طريق بكرات التحريك الخاصة بذلك وباستخدام الشرائح الرصاصية الأفقية العمودية كما هو موضح بالشكل هنا اللي هي سنلاحظ. The collimator is mounted on the X-ray tube housing. It limits the X-ray beam to the minimum area needed for the diagnostic procedure. This protects the patient and operator from unnecessary radiation, and it improves image quality by reducing the amount of scattered radiation. A built-in light beam pointer shows the position of the X-ray beam. هذا هو الكوليمتر. الملحقات يمكن وصل خرج إلى شاشة وليس إلى فيلم حساس. يوجد سكة لتحريك الصمام أفقيا عرضيا، وأيضا هناك مادة ظليلة. يمكن رؤية صورته. الفيلم الشعاعي. الفيلم الشعاعي يتألف الفيلم من طبقات والمركبات التالية: غطاء علوي، طبقة حساسة الضوء، طبقة تحتية، قاعدة الفيلم، وطبقة داعمة. عندما يتعرض الفيلم للضوء تمتص حبيبات الهاليد الفضة الطاقة الضوئية وتخضع لتغير فيزيائي معقد. إن الجسيمات التي تكون قد امتصت كمية كافية تحتوي رقعا دقيقة من الفضة تسمى مراكز التظهير.
عندما يظهر الفيلم المعروض للضوء فإن وجود مركز إظهار وحيد في الحبيبة في حبيبة الهاليد يمكن أن يرسب التغيير في الحبيبة بكاملها إلى معدن الفضة، ولا تخضع الحبيبات التي لا تحتوي على مراكز إظهار لهذا التغيير بعد الإظهار. بعد الإظهار يثبت الفيلم بالإزالة الكيميائية لحبيبات هاليد الفضة الباقية، وكلما كان الضوء الذي يصل منطقة معينة من الفيلم أكبر كان هاليد الفضة الذي يجعل القابل للإظهار أكثر، وكان راسب الفضة المتشكل هناك أكثر. ونظرا لتجسيمات الفضة داكنة إلى حد كبير عند الترددات الضوئية يتم الحصول على الصورة الرمادية، وقد عكست سوياتها الرمادية منتجة بذلك الفيلم السالب المألوف الذي نراه يعني. فمن خلال ما سبق نجد أننا نحتاج إلى مراحل التظهير والتثبيت والغسيل ثم التجفيف للحصول على صورة الفيلم، وهي مراحل لا يقوم بها جهاز التحميض. قديما كانت تتم عملية في غرفة منظمة حيث يتم وضع في الغرفة ثلاث أحواض، حوض التظهير وحوض التثبيت وحوض الغسيل، ثم تنشأ حبل لمدة معينة وهي تمثل مرحلة التجفيف. ولكن تبين أن هذه عملية طويلة إلى حد كبير، وبسبب تزايد أعداد الصور الشعاعية في المشفى قد أثبت الطريقة عدم نجاحها، وظهر الحاجة إلى تصميم جهاز ينفذ المراحل السابقة بسرعة أقل نسبيا حيث تلبي حاجات المشفى من خلال التحميض. فأنتج ما يسمى جهاز X-ray processor الذي يقوم بتحميض الأفلام الشعاعية من تقارب 90 ثانية من أجل فيلم واحد. هذه البنية وهذا الفيلم الشعاعي. الفرق بين أجهزة جهاز النقال يستخدم لأخذ الصور الشعاعية بأي وقت، ولكن إمكانية التزود بالتيار الكهربائي من المأخذ الحائطي فيكون مناسب جدا للغرفة العناية المشددة وتطبيقات غرف الطوارئ، ويعود هذا إلى انخفاض وزنه وسرعة قيادته، سهولة قيادته وإمكانية وضعه بجانب المريض دون عناء. جهاز أشعة تنظيرية يستخدم لأخذ صور متعددة للأعضاء المتحركة ولحد دراسة حركة الدم في الأوعية الدم في المختلفة في الأوعية المختلفة، حيث يتم إعطاء الأشعة بشكل شبه مستمر متقطع بفاصل قصيرة، ومراقبة الصور الناتجة عنه الذي يقوم بتحويل الأشعة هو الإيمج إنتنسيفاير (II) عن طريق ويظهر عن طريق الشاشة الخاصة بالجهاز. وهذه الأجهزة تحتوي على مكبر ضوئي نافذ عن طريق المريض، وعادة يكون أنبوب في هذه الأجهزة أنبوب أسفل الطاولة للمريض، حيث يعمل على جعل الطاولة فوقها رقيقة ومن نوع يسمح بمرور الأشعة عبرها. وقد يكون الجهاز يعمل كجهاز تنظير وجهاز تصوير ثابت، ويمكن عندها أن يحتوي على أنبوبي أشعة علوي وسفلي. وكذلك قد يستخدم مادة ضليلة عند التصوير حسب الحالة، وكذلك في التنظير والذي يعمد عندها على تحريك الطاولة مساعدة على تحريك الدم في العضو المدروس وبالتالي تحريك المادة المناسبة، ولبعض الأعضاء المتراكبة فوق منطقة التصوير الضليلة لأخذ الوضعية. كما استخدم تقنية طرح الصورة في حالة إعادة إعطاء صورة ضليلة حتى يتم تصويرها قبل حقن وبعد حقن، ثم تطرح الصورتين من بعضهما البعض. استخدامات: تستخدم أشعة التشخيص والمعالجة. أما التشخيص فيتألف من صور التصوير والتنظير، والمعالجة هي القضاء على أمراض السرطانية، تقتل الخلايا عند شدة معينة وتؤثر على الخلايا الدموية. الخلايا الدموية كما أن أشعة إكس تسبب سرطان الدم وتسبب التهابات أخرى، هذه كمخاطر لها. وسواء استخدمت التشخيص أو المعالجة فيوجد جرعات معينة لا يجب تجاوزها، وهي 25 راد إلى 1000 راد لتسبب الموت. وتأخذ أشعة إكس مستوى واحد، ويوجد مستويين أو أكثر في الجهاز الطبق المحوري، أي شرائح أو مساقط مختلفة، كما يمكن تحكم بحركة الطاولة. الأعطال: إن معظم الأعطال في أجهزة التصوير الشعاعي تكمن في بوردات التحكم، والتي يتم عندها العمل على حصر العطل بالاستفادة من الكتالوجات الخاصة بالجهاز وفي البورد المحدد، ومن ثم محاولة استبدال العناصر الإلكترونية التالفة فيه من مكثفات ومقاومات ودارات متكاملة. وحاليا أصبح معظم الأجهزة تعمل بإمكانية استبدال البورد بالكامل عند عطله، مما يخفف على الجهد المطلوب لحصر العطل على حساب زيادة الكلفة الناتجة عن الإصلاح. وكما هناك احتمال لحدوث أعطاب متعددة في أنبوب كسر غلاف الخارجي الزجاجي، غلاف الزجاجي تسرب الزيت تأكل مصعد انقطاع في سلك المهبط الفتيل، والتي تعالج باستبدال أنبوب أشعة بشكل كامل.
بشكل عام له أعطاب قليلة الجزء الكهربائي، قد يكون عاطل في الفيوز، وبالتالي يجب أن نقوم بفحص كافة الفيوزات. وأحيانا هناك عطل، عدم وجود أرجح في التيار الكهربائي، انقطاع في فتيل خلف دار التحكم، هذه أهم الأعطال الكهربائية التي يتعرض لها الجهاز. في بعض الأحيان يجب الانتباه إلى وجود بعض القطع المرافقة مع الجهاز كمسكة المريض على سبيل المثال، بالإضافة إلى وجود حوامل سقفية التي تحمل الجهاز. هذه كلمحة عن الجهاز. ما يتميز به الجهاز الرقمي، يتميز الإشعة السينية التقليدية، تحسين مقارنة بين النسج الخفيفة والغير الكثيفة، حصول أسرع على الصورة، إمكانية تخزين الصورة في الكمبيوتر، أيضا إمكانية تعديل الصورة بهدف زيادة دقتها الكاشف، كاشف عن السرطانات، إذا تحكم بالبرايتنس والكونتراست وما يسمى بهذه باعتبار وجود حاسوب، إمكانية نقل الصورة بصورة أسهل لأماكن عديدة عبر شبكة الإنترنت، سيئاتها ارتفاع كلفتها مقارنة بالفحص التقليدي. شكرا لمتابعتكم. في حال وجود أي أسئلة أرجو مراسلتي على هذا الإيميل. قد يكون هناك أخطاء، أرجو من لدي أي ملاحظات مراسلتي، فالعلم قد يحتوي إلى أخطاء حسب المراجع التي حصلت منها المعلومات. وشكرا لمتابعتكم.